السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية لجميع الإخوان والخز والعار للمنبطحين والخونة والملكيين بصفة عامة. أولا التضامن التام واللامشروط مع جميع المعتقلين السياسيين، ومن بينهم معتقلي حركة 20 فبراير الأحرار الذين لن يرضوا عن الذل والمهانة اللي كيقوم بها النظام المغربي. هذا الفيديو درته على ود كرسالة إلى أمير المؤمنين حامي الملة والدين. قال لك حنا كنعرفوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من اشترى عبدا وحرره، واليوم في 2012 أمير المؤمنين هو من يكرس العبودية والاستبداد وسرقة المال العام وثروات البلاد. بغيت نفهم أنا واحد المسألة، هذه هل هذا ركوع أو ليس بركوع؟ وكيف الإنسان أن يركع للإنسان لأخوه الإنسان؟ هذو راه المسؤولين ديال الدولة كيلبسوا لي كوش بومبيرز، وهادي راه ماشي تفلية، وهادي راه بصح نيتي إخوان. يعني في هاد العيد ديال أمير المؤمنين البيعة، لأنه ما كيعرفوش شي ناس غيجيهم وكيبقاو نهار كامل وما واقفين هنايا. تصوروا معايا نتوما دولة المسؤولين ديالها كلهم لابسين لي كوش بومبيرز وواقفين باش يركعوا، يعني لمحمد السادس. شوفوا هاد الدل هذا، يعني هذه العبودية. محمد السادس واقف هنا، والإنسان كيكون واقف كيخصو يتحنى ويبوس للدين. هل هذا هو الإسلام يا أمير المؤمنين؟ ها هي، هذا أليس بركوع؟ كيفاش يعني كتعطيك نفسك ان الانسان يركع عليك وانت واقف كتشوف فيه وعاجبك الحال، ومنظم كتنظم هذا الحفل؟ اليس بركوع يا ايها الناس؟ شوفوا مزيان واش هذا ركوع ولا ماشي ركوع يا اخوان. هذا راه قال لك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا يعني كنبقى نستغرب كيفاش يعني أمير المؤمنين يبيع الخمور في مرجان ديال أمير المؤمنين ديال محمد السادس وأسيمة ولا بلفي، وكيتباع يعني أمير المؤمنين كيبيع الشراب. يعني إلا بغيتي تبيع الشراب ماشي مشكل، من حقك تبيع الشراب، ولكن ما تبقاش تقول لنا انك امير المؤمنين رد حق العباد الله. نفس الشكل يعني حتى تيرسي اللي سيزا عباد الله، يعني مسمينه الجامعه الملكيه لتشجيع الفرس. فهمت انا اش غنشجعوا الفرس ونسيزيو عباد الله؟ يعني هذا هو. يعني بالنسبه لواحد العدد كثير ديال المشاكل اللي المسؤول عليها هو محمد السادس، كيفاش كتعطيك يعني كيعطيك راسك انك تجي تفرق على عباد الله الحريره، كتسرق لهم يعني ثروات ديال البلاد ولا تحاسب؟ 76% ديال الاقتصاد المغربي شركات ديال لونا اللي هي ديال الملك، وما كيأديوش عليها اصلا، هي ما مسجلاش في دار الضريبه، ما كتخلص اوكين تاكس باي حق. يعني كيفاش يعني الثروات المعدنيه كلها ما كيدخل منها ولو درهم للصناديق ديال الدوله؟ اليس هذا نهب للثروات ديال الشعب المغربي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى خلق في ديك البلاد محمد السادس و 40 مليون ديال المغاربه، ما فهمتش انا، يا زايده في ديك البلاد ولا ما
وعاد عندك الوجه انك كتجي تبدا تفرق عليهم دوك الكارطونات ديك الكفاف ديال 100 درهم 120 درهم فيها جوج قوالب ديال السكر والطحين وباكي ديال الاتاي وقرعه الزيت يعني كتسرق ليهم يعني ثمن ضاع وكترد ليهم فرشيطه من ديك الدار كدير لهم خبزه وكتعطيهم ضغمه من ديك الخبزه وكتصور معاها وكأن الدنيا هاني عندك ما كاين حتى شي مشكل يعني الشعب دليتيه حشمتي بينا والله يا محمد السادس الى راك يعني المهانه اللي درتي لهذا الشعب ما كتعرفش اصلا قيمتها شنو هي وهذا الشيء كله متعمد والمسؤول عليه الاول هو انت يعني حتى من هاد الشباب ديال 20 فبراير اللي ولاو كيقولوا لهم قولوا عاش الملك والا يديروا لهم ملفات مفبركه وسقطهم للسجون هذا الشيء اللي صنعتي لينا شعب خواف كيخاف من الحيوطه وكيخاف من القراعي وباقى نفس السياسه ديال الاستبداد ونهب الثروات وحتى بالكيران يعني كيجي يقول لنا بان عفى الله عما سلف على هما فلوسك يا سي بالكيران من يكونوا فلوسك ديك الساعه عفوا عليهم ولا كاع لا تعفوا عليهم هذه راه ثروات ديال البلاد هذه راه ثروات ديال 40 مليون ديال المغاربه هل هذا يعقل مسؤول قداشنا هو يجي يقول لنا بطاطا تساوي 26 ريال فين عمر بطاطا كانت تساوي 26 ريال ولا البنات ب 7 دراهم حتى هذه 8 سنين 10 سنين عمر بطاطا ما سوات 26 ريال ولكن الغلط ماشي ديالك الغلط ديال محمد السادس اللي جابك كرئيس للحكومه بدون صلاحيات وبدون ولا شيء انا ما فهمتش اش كدير انت كون عندك شويه ديال الكرامه كون قدمتي الاستقاله ديالك لان اصلا انت النهار الاول كتعترف بان الانتخابات ديال الدستور كلها مصوره وقلتيها بفمك والفيديو كاين في اليوتيوب يعني واش غنسولك انا والسؤال شنو علاش جيتي انت سي بالكيران لديك علاش شدك البوست انت عارف كلشي مزور يعني شنو كتقول للمغاربه واش كتسناوني ندابز لكم مع الملك حنا كنتسناوك تحاسب الملك الا عندك الشجاعه ولا ما عندكش خوي ديك البلاصه لانك ما تستحقهاش لا انت ولا اي واحد ما غاديش يخدم المصالح ديال الشعب المغربي كيف ما بغى يكون ولو نكون انا براسي ما نستحقهاش اما باش تبقاو تضحكوا على الناس الشعب المغربي راه عاق وفهم كل شيء بقى عنده حاجز الخوف اللي غادي يبدا بدا بشويه كيتخطاه اما نتوما اللي مازال ما بغيتوش تعيقوا ومازال يعني خدامين دوك الوسائل يعني ديال السنوات الخمسينات والستينات والسبعينات يعني ما تطورتوش بقيتوا دائما في نفس السياسه ديال نهب الثروات والعبوديه والبروتوكولات الخاويه وبوسال الدين الناس وصلات فين والعالم كيتحرك بواحد السرعه يعني ما تصورش العقل وانتم باقين يعني في البروتوكولات الخاويه استقبلوا وارسالوا وجاوا يعني حتى من التلفزيون المغربي اللي كيتخلص من فلوس الشعب المغربي ما عندناش الحق نهضروا فيه وانا اتحداك يا محمد السادس انك تفتح لنا القنوات وتفتح القنوات اللي هي اصلا ملك ديال الشعب المغربي وتسمعوا اش غادي يقول لك مباشره في وجهك بدون خوف وبدون يعني اللي موت وحده كاينه في الدنيا اش غادي ديروا اكثر من اللي درتوا في عباد الله حنا ما غنكونوش احسن من هادوك اللي مشاو وماتوا وتسجلوا وتعتقلوا وا 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 ولكن ما تقدرش لانك حياتك كلها ولا حياه الاباء ديالك والاجداد ديالك كانوا شادين هذا الشعب ضرب الترهيب يعني
الترهيب والسجون والقمع، هذه هي السياسة اللي ما حتى ما تقول لي شي واحد كيبغيك من غير ما عنده شي مصلحة، يعني مثل الكلاب ديالك بالكيران، و يعني الكلاب الضالة اللي نهار كامل هي كتنبح، العام كامل كيعيش الإنسان غير بديك الكفة ديال 130 درهم 120 درهم، وكتجي مازال تصور معاها وتتفيد لا بوبليسيتي، يعني كتغتنم حتى للمانور ديجا اللي انت هو السبب الرئيسي فيها، انك تمشي تستغلها مرة اخرى وتصور وتدير راسك الاشهار في التلفزيون وتعلق واحد معاق. يعني نحن نطالبك ونحث على المحاسبة والشفافية بحالك بحال اي مواطن مغربي. علاش الشركات ديالك ما تخضعش المحاسبة والشفافية؟ اصلا انت ما كتبغيش المغرب، كون كنتي كتبغي المغرب كاع ما توصلوا لهاد الحالة المزرية اللي كيعيشوها الناس، اللي كلشي باغي يحرق ما يزيد على 10 مليون ديال المغاربة في الخارج، وحتى هادوك اللي داخل في المغرب نحل لهم باب الديوانة والله ما يبقى حتى شي واحد تما كيدور، اي بقاو غير تبقى غير انت وهادوك المخيات دوك لي بانغوان اللي كيبداو يرفعوا ليك ويسجدوا ليك ويبوسوا ليك اليدين، وهي هذا هو اللي كاين. تحية نضالية لجميع الإخوان الخز والعار الخوانة اللي باعوا البلاد، أما اليوم راه الشعب المغربي فهم وعرف شنو كاين وما مفكينش إلى يوم الدين.